الشارع النهارده يا توتا، في صداع كده جامد قوي. مش عارفه ايه القلق اللي عاملينه ده. في عربيات كتير قوي، بصي بصي. واو، عربيه رمل كبيره. واو، الحق يا توتا، دول رايحين باين عند البيت اللي جنبنا. وايه العربيه دي كمان؟ الصور دي العربيه اللي بتبني شكلها كده يا توتا. الله، انا نفسي اروح هناك يا توتا. فكرتني بالبلاج والجروف بتاعي والجردل، كنت بقعد املا وكب وبعمل اشكال جميله. انا كمان افتكرتهم قوي يا توتا، انا مفتقدهم خالص. طب ايه رايك ننزل نلعب عند الرمل ده يا طماطم شويه؟ يا ترى يا اصحابي الرمل والحاجات دي رايحين فين؟ ويا ترى هنعمل ايه النهارده؟ ما تنسوش يا اصحابنا تعملوا لايك وشير للفيديو وتضغطوا على الايد اللي صباعها فين يا اصحابي؟ لفوق يا توتا، لفوق. طبعا طبعا، يلا كلهم يضغطوا دلوقتي، كل حبايب توتا وطمطم. يلا نعد مع بعض يا اصحابنا. واحد، اتنين، تلاتة. كلنا نضغط يا اصحابي على اللايك. شطورين، يلا بينا بقى يا توتا ننزل عشان اصحابنا يشوفوا ايه اللي هيحصل النهارده. يلا بينا. واو، ده حط كل الرمل يا طمطم، جميل خالص. الحقي الحقي، دي جايه تاني يا توتا. ايوه ايوه، هتكب رمل تاني يا طماطم، دول هيعملوا جبل رمل كبير. بصي شكلهم كده. يا سلام، ها ها، تعالي تعالي ندخل. ابراهيم ابراهيم، هات الرمل، الرمل ده يا ابراهيم. يلا حاضر حاضر يا معلمي. هات الرجاله تعالى، يلا. عينيا عينيا، جايبهم كلهم. جاي توتا توتا، ايه ده ايه ده؟ الحقي يا طماطم، ده بيقولوا هيبنوا هنا، شكلهم هيبنوا العماره الكبيره دي. ايوه، يبقى هم جايبين الرمل علشان كده. تعالي تعالي نطلع قمه الجبل، انا نفسي اطلع قوي يا توتا. يلا بينا نشوف مين هيتسلق الاول. انا هسبقك يا توتا. يلا يلا. انت هتسبقيني ولا ايه يا توتا؟ استني، انا خلاص وصلت. استني يا توتا، خدي بايدي. طيب هاتي هاتي ايدك، انا هساعدك يا طمطم. شكلنا حلو خالص يا طماطم. ده الرمل ده جميل قوي قوي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بصي بصي يا خبر بعيد. حاتم يا عمو، حاتم يا عمو، هو عمو مش شايفنا ولا ايه؟ شكله كده، احنا شكلنا كده غلط ان احنا نقعد في الرمل ده ولا ايه؟ بصي 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 بصي، الله، الرمل شكله حلو قوي. اوه، انا عايزه عمو بيساعد علينا. استحمينا، احنا استحمينا يا عمو على فكره. حرام عليك يا عمو. اي اي، عينيا عينيا، ده جميل قوي قوي كمان يا عمو. يلا، ده شكله بيهزر معانا يا توتا وشايفنا. ايوه شايفنا، يا سلام. بصي انت بقى شكلك عامل كده ليه يا طمطومه؟ بقى شكلي مضرب. يا سلام، غمضي عينيك عشان مش يخش في عينك. اوه، عمال يجيب الجاروف بتاعه الكبير ويحط علينا. لا انا عايزه اطلع في الجاروف ده يا طماطم، عايزه يا عمو يشيلني في الجاروف. خدني يا عمو في الجاروف، خدني في الجاروف. استنى لما اطلع، استنى. على مهلك يا دودة. انت بقيتي عالية خالص يا دودة، ايه رأيك؟ شوفي شوفي يا طماطم، انا بقيت فوق فوق خالص. طلعني كمان يا عمو عند البلكونة بتاعتنا. يا سلام، شكلك يجنن يا دودة. تطلعي زي يا طماطم. لا انا بخاف بخاف من الاماكن العالية. ما تخافيش يا طماطم، عمو واخد باله كويس. لا لا انا بخاف يا توتا، انزلي بقى لا يجرالك حاجة. انت موديني فين يا عمو؟ يا عمو الف شكر. انا بقى يا عمو انا بس، ما تودينيش علي كده، انا عايزة تحطيني جنب توتا بس. ده مريحة قوي. بالراحة يا عمو بالراحة. ايوه، ما تطلعش فوق ارجوك ارجوك. حاضر يا حبيبتي حاضر. شكرا يا عمو، شكرا ليك. شكرا شكرا يا عمو، شكرا قوي، انت فسحتنا جامد النهارده. هي ايه البدله اللي هو لابسها دي يا توتا؟ دي بدله عمال البناء. ايوه يا حبيبتي، البدله دي احنا بنلبسها عشان تحمينا من الرمل والزلط والحاجات اللي احنا بنشتغل بيها.
انتوا بقى ما تعرفوش ان غلط ان انتوا تطلعوا تلعبوا في الرمل والزلط ده ولا ايه؟ لا ما نعرفش يا عمو، ده رمل والزلط جميل قوي، احنا تسلينا فيه خالص. لا طبعا يا بنات ما ينفعش تلعبوا فيه، غير ان هو ملوث وفي حاجات ما ينفعش ان انتوا تنزلوا بجسمكم كده فيها، برضو ما ينفعش تلعبوا فيه لانه خطر جدا، والعربيات كلها بتدخل بالالات الحادة بتاعتها وبتشيل الرمل والزلط، فما ينفعش ان انتوا تلعبوا فيه مرة تانية. حاضر يا عمو حاضر. خلاص يا عمو دي اخر مرة، بس احنا اتبسطنا معاك قوي، شكرا يا عمو. العفو يا حبايبي العفو. دلوقتي بقى ادخلوا ولازم تاخدوا دش على طول. حاضر يا عمو حاضر. يلا بينا يا توتا ندخل ناخد دش بسرعة. يلا بالبانيو بتاعنا. ودي كانت لعبتنا النهاردة يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكو. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصية حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مرة، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل العابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكرة يا اصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة قناة العابي. باي باي يا اصحابي.